السلوكيات الكتيرة السخيفة اللي نحس إن إحنا مش مستريحين ليها لازم نوقفها، نوقفها بنظرة حاسمة، نوقفها برفض للتعامل، نوقفها بالحفاظ على المسافة في الكلام مع بعض قبل ما نوقفها بالشكوى. يعني لو المسائل اتطورت لازم نعمل شكوى، لكن في سلوكيات عادية إحنا نقدر نوقف الناس عند حدها. القضية زي ما قلت مش التحرش اللي بيحصل، القضية هي ازاي احنا نقدر نوقفه، كمان يبقى عندنا سياسات واضحة لمواجهة التحرش في أماكن العمل. صح الكلام؟ نخرج فاصل ونرجع نكمل كلامنا.